بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله بدنا نبدا موضوع جديد. الموضوع هذا ما هوش جديد كثير، لانه لما نحن بنقول هايبريد انتليجنس سيستمز، هايبريد مقصود به انه احنا بنخلط اكثر من تقنيه من تقنيات الذكاء الاصطناعي في سيستم واحد، والتقنيات اللي حنخلطهم هم نفسهم التقنيات اللي شرحناهم قبل هيك او تعرفنا عليهم قبل هيك. وانما فالشيء الجديد اللي هو كيف عمليه الايش الكومبينيشن هذه، كيف هاو دو وي كومباين تو تكنيكس انتو سيستم. فقبل في المحاضره هذه ان شاء الله بنشوف دمج ما بين تو تكنيكس اللي هم النورال نتوركس والرول بيست اكسبرس سيستمز. المحاضره اللي بعدها بنشوف الدمج ما بين الفازي لوجيك وما بين النورال نتوركس في سيستم. وبعد هيك في المحاضرات بندمج برضه كمان تقنيات اخرى. اوكي. الدافع من وراء الدمج هو انه احنا نستفيد من مميزات احدى التقنيات ونغطي نقاط الضعف عند نقاط التقنيه الاخرى. يعني مثلا على سبيل المثال السلايد هذه بتعرض التقنيات المختلفه، اي اس يعني رول بيست اكسبرس سيستمز، اف اس يعني فازي سيستمز او فازي لوجيك، ان ان يعني نورال نتوركس، وجي اي يعني جينيتك الجوريثمز. صح هنا معناته انه هذه التقنيه قوية في هذا الجانب. يعني مثلا الرول بيست اكسبرس سيستمز قوية في النولج ريبريزنتيشن، لأنه زي ما عرفنا احنا إنه النولج بيعبر عنها بشكل رولز، ففي عندنا احنا أريحية في التعبير عن مختلف جوانب المسألة على شكل رولز. وهذا الكلام ليش مريح؟ لأنه أصلا الهيومن اكسبرت بالرأي هو اصلا بينظر الى الامور على شكل رولز، انه اذا توفر كذا وتوفر كذا فبنقدر نستنتج كذا. المهم انه بصفه عامه، انا مش هامور على العناصر هذه كلها، بس بصفه عامه انا في عندي تقنيات تبقى قويه في جوانب، يعني مثلا الفازي سيستمز قويه في جانب النولج ريبريزنتيشن، قويه في جانب الانسرتينتي تولرنس، وقضية الامبريسيجن يعني عدم الدقة. وهذه شغلة شائعة جدا في النولج بيست، انه احيانا تجينا المعلومة مش دقيقة او يعني مش كلير كات، تمام، بينما ضعيف في الادابتابيلتي وفي الليرنينج ابيلتي انه السيستم يتعلم من في هذا الجانب اللي هو الليرنينج والادابتابيلتي. النورال نتوركس قوية والجينيتك الجوريثمز قوية. فانا لو جيت ببساطه شديده واطلعت على الرسمه هذه وقلت شوف وين الاكسبرس سيستم الرول بيست اكسبرس سيستم ضعيفه، تمام، المربع الابيض هذا يشير الى انه هذه التقنيه سيئه او ضعيفه في هذه الجوانب. اوكي. حلاقي انه في المقابل النورال نتوركس قويه في نفس هذه الجوانب. الصح الغامق معناته ايش؟ جود. الصح الخفيف rather good يعني شويه كويس، يعني اقل جوده بقليل. فاذا انا وجدت هذا الرسمه بتقترح علي مواطن اللي ممكن احنا ندمج، ممكن انا ادمج ما بين الرول بيست اكسبرس سيستم والنورال نتورك بحيث انه مزايا هذه تغطي على عيوب هذه، واخد بالك؟ ولاحظ مزايا هذه برضه ممكن تغطي على عيوب النورال نتورك، عيوب النورال نتورك في النولج ريبريزنتيشن، لانه احنا في النورال نتوركس ما عندناش اريحيه كبيره في تمثيل المعرفه. فهذا قدام برضه هنشوف برضه كمان الجينيتك الجوريثم مع الايش؟ مع الاكسبرس مع الرول بيز اكسبرس سيستم. بعد كده الجينيتك الجوريثم مع الفصل عشان تغطي جوانب الضعف في الفصل. واضح؟ فأول مثال احنا هنطلع عليه اللي هو عبارة عن هايبريد اكسبرس سيستم بيدمج ما بين رول بيزد وما بين النورال نتوركس، رول بيزد والنورال نتوركس. اوكي؟ المثال بسيط جدا. ندخل على النورال نتورك بشكل مباشر.
لو انا عندي سيستم مطلوب منه انه يميز بناء على صور، صور بتحتوي على طيور وبتحتوي على مراكب في البحر، فاحنا الصورة نفسها بيتم تحليلها ببرنامج، البرنامج هذا بيستخلص مجموعة خصائص، انه والله هل الأوبجكت اللي في الصورة له جوانيح؟ هل الأوبجكت اللي في الصورة له ذيل؟ هل له ايش يعني بيك؟ منقار؟ تمام؟ هل له ريش؟ هل له موتور؟ ها؟ هذا موتور. تخيل انه عندي الصورة بدها تدخل على ايمج اناليسز سيستم او موديول، جزء الايمج اناليسز موديول هذا بده يعطيني مجموعه الايش الفيتشرز، كم واحده؟ تمام، هذه للوينجز وهذه للتيل وهذه للبيك وهذه للفيذرز وهذه للانجن. شو بده يعطيني؟ بده يعطيني هل إله ولا ملوش؟ يعني إذا قال لي بلس 1 بلس 1 ماينس 1 ماينس 1 بلس 1، يعني هو بيقول لي إنه هذا الأوبجكت اللي في الصورة بعد عملية التحليل وجدنا إنه إله وينجز، إله تيل، مالوش بيك، مالوش فيذر، وإله إنجن. تمام؟ لو ما قدرش يتعرف على ما إذا كانت واحدة من الخصائص هذه موجودة ولا لا، بيعطيني زيرو بدالها، بيعطيني زيرو فيها، زيرو معناته لا يعلم. هذا الآن الانبوت، هذا الخلاصة بدنا ندخلها على السيستم هذا، الإكسبرس سيستم هذا، عشان هو يميز ما إذا كان الأوبجكت اللي في الصورة هو عبارة عن بيرد ولا طيارة ولا قارب شراعي جلايدر. تمام؟ ايش الرابط المشترك ما بين البلين والبيرد والجلايدر؟ انه البلين تشترك مع البيرد انه لهم جوانيح ولهم ديل. تمام؟ هذا الجلايدر له موتور والبلين لها موتور، ففي قواسم مشتركه هنا وهنا. المهم انه احنا هاي كل المنظومه تبعتنا، انه في عندنا صور، الصور هذا تدخل على ايمج اناليسز موديول، الايمج اناليسز موديول وظيفته انه يطلع لي الفيتشر سيت هذا، الفيتشر سيت هذا بيدخل كانبوت لمين؟ للنولج بيز سيستم، علشان النولج بيز سيستم هذا النورال نولج بيز سيستم رول بيز سيستم يميز لي، يميز الاوبجكت اللي في الصوره. طيب وين الهايبريدنس في الموضوع؟ وين الدمج؟ الدمج واضح من الصورة انه انا في عندي نورال نتورك وفي نفس الوقت النورال نتورك الهيدن لاير تبعتها تمثل مجموعة الرولز، مجموعة الرولز اللي في السيستم. اوكي؟ انا الان الرولز هذه عبرت عنها بثلاث رولز، كل رول معبر عنها على شكل بايش؟ بنورون. النورون الواحد بياخذ انبوتس من مختلف الانبوت نودز تبعات الانبوت لاير، الانبوت لاير فيها الخمسه انبوت نودز اللي هو كل واحده تقابل واحده من الخصائص الخمسه. اوكي؟ الان الرول ها النود هذه وظيفتها هي بتمثل رول. ايش يعني؟ يعني بدها تعطي 1 او 0، 1 او 0 على حسب ايش الانبوت اللي داخلها. كانه احنا بنقول او كانه كل واحده من الرولز هذول بيقولوا انه اذا وينجز اند تيل اند بيك اند 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 كذا، فايش؟ فالاوتبوت حيكون نعم بيرد او لا مش بيرد. واضح؟ طيب الان احنا مش معقول انه اذا له وينجز واذا له تيل واذا له بيك واذا له فيذر واذا له انجن يبقى هو بيرد. طبعا لا. الان احنا بنعطي لها الانبوتس كلهم خمسه، ومن خلال عمليه التريننج حنكتشف في الاخر انه واحده من ال او بعض من الانبوتس حيبقى الوزن تبعهم حيصفى على زيرو. زيرو يعني ايش؟
يعني هذا فيتشر تلتغى اصلا من الرول، واللي مش زيرو هو اللي يفضل. يعني لو طلعت هذه مش زيرو، انت لاحظ احنا ليش نقول لو اطلع على الاوزان، هذه الاوزان هي عباره عن الاوزان النهائيه المسجله هنا. فتطلع على رول واحد، ايش الوزن تبع الوينجز؟ اوكي، ايش الوزن تبع التيل؟ ايش الوزن تبع البيك؟ مظبوط. ايش الوزن تبع الفيذرز؟ عالي ولا لا؟ من الطبيعي جدا يبقى عالي. اوكي، هتقول لي طيب ايش معنى؟ طب ما الوينجز البيرت لها وينجز، ليش هذه 8 وبيرت سالب كمان؟ عندك تفسير لذلك؟ لا، كل ما كان عالي كل ما كان له وزن اكثر وله دور اكثر في القرار، بس لانه مشترك مع بلين الوينجز هذه مشتركه مع بلين، فما هياش ديتيرمينينج فاكتور، ما هياش عامل حاسم، انما اللي حاسم اكثر فيذرز، صح ولا لا؟ فالوزن بيضعف كل ما كان في مشترك مع كلاس اخر. الانجن هنا زيرو او 1.1، فاذا كان مشترك او كان ما له اهميه زي الانجن فحيكون ضعيف. الان منك لحالك الان بتقدر تستشف انه النورا نتورك هذه بتقول لي انه رول واحد يجب صياغتها او يجب استخلاص او نقدر نستخلص من هذه النورال نتورك انه رول واحد حتكون صيغتها اذا بيك اند فيذرز ذن بيرد، صح؟ انا ايش اللي سويته الان؟ انا عمليا استخلصت رول من النورال نتورك. النورال نتورك واوزانها هذا بعد عمليه التدريب، ها يعني في الاول بتبقى الاوزان هذه initialized at random variables من خلال عمليه التدريب. ايش يعني عمليه التدريب؟ احنا بنجيب صور او بنجيب بلاش صور، بنجيب فيتشر سيتس يعني ليست او سيت اوف فيتشر فيكتورز، كل واحد من هذول فيكتور، وبنعطيها وبنقول لها هذه الفيتشرز يعني بيرد، فيتشرز اخرى يعني بلين، فيتشرز ثالثه يعني جلايدر، وبندربها على هذا الكلام لحديد ما هي تضبط الايش؟ الاوزان تبعتها. الان بعد ما تنضبط الاوزان او ترسى على الكلام هذا نستطيع انه نستخلص الرولز من الايش؟ من النتورك. طبعا انا مش محتاج استخلص رولز ولا لا؟ يعني انا عمليا لو جبت اي فيتشر فيكتور، لو جبت اي صوره وطلعت منها الفيكتور تبعها فيتشر سيت ودخلته على النورال نتورك، النورال نتورك لحالها حتطلع لي 1 عند واحد من الثلاثه هذول وزيروز عند الاخريات. اه بس انا بدي استخلص رولز، ليش؟ لاني بدي المزايا تبعت الرول بيزد اكسبريس سيستم. يعني انا موظف النورال نتورك تكنيك علشان اصل الى الرولز، ماشي؟ والرولز بعد هيك بتصير هي المحتوى تبع النولج بيز اللي بده يشتغل السيستم بعد هيك عليه. طب ايش استفادت انا؟ استفادت انه في الرول بيزد اكسبريس سيستم انا بحصل على حاجات زي الاكسبلانيشن مثلا. لما يبقى عندي النولج معبر عنها على شكل رولز وفي اي لحظه سالنا سؤال، طيب كيف انت استنتجت؟ اعطينا للسيستم انبوت وقال لي هذا بلين، وحبينا نساله كيف انت استنتجت انه هذا بلين؟ لو انا بسال السؤال هذا لنورال نتورك مش حتعطيني، مش حقدر اخذ منها تفسير. انما لو بسال لاكسبرس لرول بيز اكسبرس سيستم الانفيرنس انجن تبعه بيقدر يتتبع تسلسل الاكسكيوشن تبع الرولز ويقول لي انه احنا
او انا استنتجت الاستنتاج هذا بناء على رول كذا او رول كذا او رول كذا، او من والله رول كذا لحقها انه الرول الثانيه فايرد، واضح؟ فانا نقطه الضعف هي في النورال نتورك هي عدم قدرتها على او ما بقدر ابني اكسبلانيشن منها، بينما في الرول بيز بقدر احصل على اكسبلانيشن، صح؟ فاحنا الان صار الدمج ما بين النورال نتورك وما بين الرول بيزد انفيرنس، بحيث انه احنا النورال نتورك بندربها علشان تعطيني رولز، والرولز بناخدها على الانفيرنس انجن عشان فعل عمليه اللعبه. شغله اخرى بنستفيدها من انه احنا نستخلص الرولز الى انفيرنس انجن، وهي انه احنا بنوفر كالكوليشن. تخيل انه انا لو بدي اشغل نورال نتورك، الانبوت هذا بده يخش على كل وكلهم بدهم يحسبوا، في الاخر هذا بدهم يقول لي 1 وهذول بدهم يقول لي زيروز. فانعمل هنا وهنا كالكوليشن ما كان له لازمه، انا كان ممكن ايش؟ احصل على الاجابه تبعتي بس ب 1 نود اللي تشتغل، صح؟ فانا عمليا وفرت كالكوليشن. ثانيا باني حولت حولت النورال نتورك، حولتها الى رول بيزد، اول شيء وفرت كالكوليشن، ثاني شيء حصلت على اكسبلانيشن، صح؟ او امكانيه الاكسبلانيشن. في شغله اخرى بدنا نقولها، وهي انه الرول تبعتي كيف السيستم، انا وانت ميزنا انه هذول الموست امبورتنت فاكتورز للرول هذه. السيستم عمليا بيقدر يفرز المهم عن المش مهم ب آلية بسيطة، وهي إنه إحنا بعد ما رست النتورك على هذا الأوزان، بدنا نأخذ الفيتشرز ونرتبهم تنازلي على أساس الوزن تبعهم، ماشي؟ يعني الأكبر واحد اللي هي الفيذرز الوزن تبعها قديش؟ 2.8. بدنا ناخذهم على اساس الابسولوت فاليو تبع الوزن. يعني ايش الابسولوت فاليو؟ انا ما بطلعش على السالب. بعد هيك بيجي مين؟ البيك. خلي بالك من الفرق ما بين كلمة بيك وبيك. هذه معناتها وهذه اللي هي قمة أو أعلى ذروة. بالضبط. السلام على اللغة العربية لما تيجي على الجرح. تمام. البيك قلنا قديش هنا كانت الوزن تبعها 2.2، وهنا اللي بعدها بيجي اللي هو 1.1 اللي هو الإنجن، وبعدين الوينجز واخر شيء التيل. ايش اللي بنحاول ان نصل له الان هو انه السيستم بيقدر يختزل الرول بدل ما انها تتكون من خمس، او الشرط تبعها خمس تيرمز، يقتصر بس على الاهم، التيرمز الاهم. الفيلرز هذه
لما انا باخدها لحالها 2.8 وفي المقابل بحط الباقي كله على جانب اخر، مجموع المقابل الاخر كله قديش؟ أربعة وثلاثة. أربعة واحد. أربعة واحد. أربعة وثلاثة. واحد. ثلاثة. ثلاثة. هاي ثلاثة. هذول اثنين مع بعض ثلاثة، وهذول واحد ثلاثة من عشرة أربعة ثلاثة. الآن حط هذا في كفة وهذول في كفة. الآن لو أنا أخذت العنصر هذا اللي هو الثاني واحد وحطيته هنا وشلته من هنا، قديش بصير الآن مجموع؟ خمسة. وهذا قديش بصير؟ أربعة. أنا شلت الاثنين من هنا وحطيتها هنا، 2.1 صح؟ كم؟ صارت في الأول كانت كفة البند هذا لحاله أقل من بند البنود الأخرى، الآن صارت هذول الاثنين أكبر من البنود هذول، مظبوط؟ يبقى الثلاث بنود الثانية وزنهم أقل، يبقى أنا بقدر أكتفي بمين؟ بالبندين هذول. خد بالك؟ بمعنى آخر إنه إحنا بناخذ البنود اللي الوزن تبعها أو الداتا ايتمز، هذول الداتا ايتمز بشكل فيتشر سيت اللي وزنها الويت تبعها اكثر من، لان وزنها لحاله وزنها لحاله بيكفي في اتخاذ القرار. هذا شيء. الشيء الثاني انه لو انه الرول بيز سيستم بده يشتغل كديالوج، ايش يعني ديالوج؟ يعني الرول، يعني اول شيء بدنا نسال هل الاوبجكت له wings yes or no، هل الاوبجكت له تيل yes or no. في حاله الديالوج بنبدا الاسئله باللي ايش؟ بالعناصر اللي لها وزن اكبر، يعني ببدا بالفيذرز. فاول سؤال بده يكون انه بدي اقول هل له فيذرز ولا لا؟ الآن الإجابة اللي حتجيني ممكن أيوه يجيني إيش؟ ممكن يجيني يس yes أو نو no أو أي دونت نو، لا أعلم. يس yes يعني بلس 1 ونو يعني ماينس 1 ودونت نو يعني زيرو. أوكي؟ الآن في الديالوج أنا بدي أستمر في السؤال عن الفيتشرز واحدة واحدة لحديت ما أصير قادر على اتخاذ القرار، أو السيستم بده يسأل لحديت ما أصير قادر. الفيذرز لحالها بتكفيش، الفيذرز والبيك لحاله ممكن يكفوا، هذا اذا متوفر المعلومه اما بالسلب او بالايجاب. احتمال ما يكفيش هالكلام، فبصير لازم يسال عن الفيتشر اللي بعدهم، بضل يستمر لحديت بنفس المنطق انه لحديت كميه اللي معلوم لديه اصبحت اكثر وزنا من اللي لسه مش معروف لديه. يعني الان احنا هنا مجرد ما احنا سالنا فيتشرز فيذرز وقال لي بلس 1 ضرب الوزن تبع الفيذرز بيطلع 2.8. هذا الان هو حتى الان اللي معلوم، اللي مش معلوم هم باقي لسه مش معلومين، لانه دايلوج احنا ماشيين. اللي مش معلوم الوزن تبعه 4.3. الان بنسال على النكست موست امبورتنت أو next highest weight feature اللي هي إيش؟ البيك. هل إله بيك؟ أي نعم. الآن البيك الوان مضروبة في وزنها، واللي قبلها مضروبة اللي هي feathers مضروبة في وزنها، أعطاني إجمالي وزن 5، في المقابل اللي unknown أصبح 2.1 زي ما توي. أوكي؟ فالآن بما إنه صار وزن أو إجمالي وزن المعلوم أكبر من هذا، أصبح ما في داعي أسأل، وبأكتفي بإنه هذول التو فيتشرز وأقرر إنه هو يشبر. أوكي؟ هذا بالنسبة لرول 1. أي
اذا رول 1 اعطتني استنتاج هي اعطتني، ما اعطتنيش بده ينتقل ليش الريزونينج او الانفيرنس على رول 2. رول 2 حتسالني برضو على نفس الفيتشرز، بعض من الفيتشرز حكون انا اوريدي عرفتهم من خلال الدايلوج وبعضهم لسه ما عرفتش. السيستم بيجري الحسبة تبعته على اللي نعرف، واذا بيحتاج يعرف اكثر بيسال عن الباقي وبيشتغل بطريقه هذه. فسواء كان احنا بدنا نستخلص رولز او رولز مختصره او بدنا نخلي السيستم يشتغل دايالوج، الاليه واحده في انه احنا بنختار الفيتشر. اول شيء بنبدا بالفيتشرز اللي اكثر اهميه، صح، بمعنى اللي وزنها اعلى، وبنمشي بهذا الاتجاه لحد ما يصير وزن الفيتشرز اللي اصبحت معلومه اكبر من وزن الفيتشرز اللي لسه مش معلومه. هذا يكفي لاتخاذ القرار تبع الرول. اوكي، الان اخر نقطه بدنا نحكي فيها وهي انه احنا ممكن السيستم تبعك يبقى مش بس السيستم اللي هو الهايبريد سيستم اللي بيدمج ما بين النورال نتورك ما بين الرول بيست اكسبرس سيستم، ممكن الهيدن يبقى فيها اكثر من وان لاير، والرولز تبقى موزعه على عده لايرز. فعندك هنا المثال هذا موزع الخمسه رولز هذولا في لاير واحده، بعد هيك عامل لاير ثانيه، بعد هيك عامل لاير ثالثه. لان اللايرز هذه اللي مربعه او النودز اللي مربعه عباره عن disjunction، مسميها disjunction layer لانه اللي فيها disjunction nodes. ايش يعني disjunction؟ يعني or. والconjunction layers يعني النودز تبعتها بتاخذ الانبوت تبعهم باند، تدمجوا باند. واضح؟ اوكي؟ يعني ار واحد بتقول لي انه ار واحد بتقول لي ايش؟ انه اذا A1 الاتريبيوت هنا كي A اختصار الاتريبيوت، اتريبيوت زيها زي فيتشر ولا اتريبيوت 1 اند اتريبيوت 3 اند اتريبيوت 3 اتريبيوت 3 و1 ذن ايش؟ ذن B1 تمام؟ B1 لان B1 ترو بس الها وزن، تمام؟ فالاوزان هذه بنقدر ناخذها نفهمها على انها سيرتينتي فاكتورز. تذكروا السيرتينتي فاكتورز. هذه الاوزان الان برضه من وين احنا بتيجي؟ بتيجي من خلال التريننج، صح؟ يبقى الان النورال نتورك زي في المثال الاولاني، النورال نتورك بتفيدني في شغله مهمه وهي اعطاء الوزن النسبي لكل واحد من العوامل المؤثره على الرول. وهذا الكلام بيجي من خلال التدريب. قبل هيك لما كنا ما كناش بندمج، لما كنا بنحكي عن رول بيست لحاله، كنا من وين بناخذ السيرتينتي فاكتورز؟ من الاكسبرت. الاكسبرت اصلا من وين جاب السيرتينتي فاكتور؟ من خبرته، من خبرته السابقه. احنا الان نعطي خبرته على شكل حالات سابقه نغذيها للنتورك. النتورك ايش بتسوي؟ تضبط الاوزان او بتستكشف الاوزان وبتثبتها. هذه الاوزان الان اصبحت عبارة عن certainty factors للسيستم. اوكي؟ فهذه disjunction nodes بتغذي اللي بعدها، وفي الاخر في عندي انا هنا برضه disjunction nodes اللي هي بتعطيني الاوتبوت النهائي. اوكي؟ السيستم هذا بيتم تدريبه وبعد هيك بصير يعطيني الاوتبوت، او اذا بدي باخذ الرولز انا وبصيغها في رول بيست اكسبرس سيستم. قلنا اذا صرتها في رول بيست اكسبرس سيستم بحصل على كومبيوتيشن اقل وبحصل على اكسبلانيشن، صح؟ بصير اقدر اعمل اكسبلانيشن. اوكي؟ فهذا المثال الثاني زي ما قلنا ممكن تبقى النورة، وهو عمليا في الحياة العملية بتكون المسائل، معظم المسائل بتتطلب أكثر من لاير في الهيدن ما بين الانبوت وما بين الاوتبوت. اوكي؟ الآن تسألني سؤال، طيب توزيعة الرولز
توزيعة الرولز هذه مين اللي حدد إن الرول هذه تاخد input واحد فقط؟ مين حدد إنه هذه تاخد input من A3 و A4؟ مين حدد اللي هو إيش الطوبولوجي تبعت النتورك؟ إيش يعني الطوبولوجي؟ يعني كيفية تربيط أو ربط النودز ببعض. يعني شمعنا هذه بتاخد بس من هنا بينما هذه بتاخد هذا وهذا. هذا الكلام هنا في هذا المثال بيجي من الهيومن اكسبرت. تمام؟ الهيومن اكسبرت هو اللي بيقول لي منطقيا انا بقدر اصيغ رول على انها اذا كان هذه الاتريبيوت وهذه الاتريبيوت بقدر استنتج هذا الكلام، وهذا الكلام مع الاوتبوت اللي جاي من هنا بقدر استنتج هذا الكلام، واضح؟ فالطوبولوجي او تربيط النتورك مع بعضها في هذا المثال جاي من الهيومن اكسبرت، بس استغنينا عن الهيومن اكسبرت في ايش؟ هنا في ايش استغنينا عن الهيومن اكسبرت؟ في الاوزان اللي هي السيرتنتيز. من وين اجت السيرتنتيز؟ من عمليه التدريب، عمليه التدريب للنتورك، مظبوط؟ في امثله اخرى احنا ممكن عمليا كمان نستغني عن الهيومن اكسبرت في حتى كمان العلاقات ما بين الرولز، انه الرول يتحدد لها الانبوت تبعها من خلال ايش؟ من خلال عمليه التدريب. طيب ماشي الحال، احنا هيك بنكون خلصنا الحكي عن الهايبريد اكسبرس سيستم اللي بيدمج ما بين، او مثال على هايبريد اكسبرس سيستم بيدمج ما بين النورال نتورك وما بين الرول بيست انفيرنس، واسمه ايش؟ نورو اكسبرس سيستم او نورال اكسبرس سيستم. المحاضره الجايه ان شاء الله بنشوف اللي هو الفازي سيستم مع الاكسبرس سيستم، يعني الفازي لوجيك مع الاكسبرس سيستم في هايبريد سيستم واحد. يعطيكم العافيه.